اتكلمنا قبل كده عن رواية جوستين للكاتب ماركيز دو ساد، وهو فيلسوف برضه في نفس الوقت، وتعرفنا على السادية عن طريق الفلسفة اللي نقلها لينا في الرواية بتاعته. وجه الوقت اللي نشوف فيه الوجه المتطرف الآخر لعملة الجنس في رواية فينوس في الفراء لفون ساشر مزوخ. طبعا لما بقول لك الوجه المتطرف الاخر للجنس، فانا بقصد ان جوستين كانت بتنقل لنا وجه من العمله اللي هو الساديه على لسان ماركيز دو ساد، وبالتالي لما نيجي نتكلم على الوجه الاخر هيكون هو المازوخيه بطبيعه الحال يعني، فبالتالي فون ساشر مزوخ. بس قبل ما ابدا الحلقه، انزل اعمل لايك وتاكد ان انت عامل سبسكرايب في القناه، لان عايزين نكبر القناه اكتر واكتر، واللايك بيساعد جدا في انتشار الحلقه. وخلينا نعرف الاول مين هو فون ساشر مزوخ. مزوخ اتولد سنة 1836 في النمسا، وليه اعمال كتير بيتم تصنيفها على انها اعمال فولكلورية متأثرة بالادب الروسي، كمان ليه اكتر من عمل بيوضح فيه صورة واقعية لليهود. طيب، يبقى في لمحتنا السريعة اللي خدناها عن مزوخ، هتبقى عارف ان مزوخ ما هو الا اديب. طيب ايه هي حوار بقى المزوخية ده؟ يعني ليه دايما بيرتبط فكرة المزوخية بفون ساشر مزوخ؟ مزوخ على الرغم من ان هو كان بيكتب فيه اصناف كتيرة من الادب، الا ان يعني في اعمال ومنها العمل اللي معانا النهارده كان بيشرح فيها وجهة نظره في الحب والجنس. ونظرته للحب والجنس لفتت انتباه طبيب نفسي اسمه ريتشارد فون كرافت، والهمته انه يعبر عنها في كتابه الطب النفسي الجنسي. وطبعا نظرة مزوخ اتعبر عنها واتنسبت في الكتاب لفون ساشر مزوخ. ومن بعد الكتاب ده ما نزل ارتبطت فكرة المازوخية بمزوخ، يعني خلاص كده كل الناس بقت عارفة ان ماركيز دو ساد هو السادي الصرف، ومزوخ هو المازوخي الصرف. ولو انت مش عارف يعني ايه المازوخية، فخلينا ندي التعريف بتاعها علشان برضو تكون معانا. المازوخية باختصار هو الاستمتاع والتلذذ والمتعة اللي بتيجي للشخص المازوخي لما بيتعرض للإهانة. وانا اقصد هنا الإهانة عموما، مش شرط في العلاقات الجنسية. الشخص المازوخي هو الشخص اللي بيتمتع بالألم عموما. وطبعا هي نقيض السادية اللي هي بتكون التمتع بإلحاق الألم بالأشخاص التانيين. فكده اظن ان فكرة السادية والمازوخية والفرق بينهم وصلوا ليكم بالتعريفات السريعة دي. علشان كده خلينا ندخل على غلاف الرواية اللي معانا، وهي فينوس في الفراء. غلاف الرواية كعادة أغلفة روايات دار أثر اللي رجعناها قبل كده بيكون في إطار أبيض جواه لوحة بشكل ما، بيحاول المصمم إنه يختارها على أساس يكون إن ليها علاقة بالمحتوى بتاع الكتاب أو الرواية. واللوحة اللي عندنا هي لوحة لشخص بائس عاري تماما من أي ملابس، واضح إنه راقع بذل قدام شخص ما. ومن هنا أقدر أقول إن الغلاف بتاعنا حلو. طبعا الرواية دي نزل ليها أكتر من إصدار بأكتر من نسخة بأكتر من دار نشر، ولكن أنا شايف إن أفضل غلاف هو الغلاف ده. يعني الغلاف اللي انتوا شايفينه ده بيعبر عن مشهد حقيقي بتدور حواليه أحداث الرواية، لكن ده ما يمنعش إطلاقا إن الغلاف اللي معانا هو غلاف كويس. واضح كده إن احنا خدنا كتير قوي في شرح فلسفة الكاتب والكلام عليه والكلام على الغلاف، فعشان كده خلونا ندخل على قصة الرواية اللي كالعادة بتكون من غير حرق. روايتنا بتبدأ بشخص ما في القرن 19 بيحلم حلم غريب عن فينوس إلهة الحب والجمال، وهي بتعذبه. بيصحى من الحلم مفزوع وبيروح لصديقه سيفرين، بيلاحظ عليه تصرفات غريبة وبيحكي له عن الحلم اللي حلمه. في نفس الوقت بيلاحظ اللوحة في مكتب سيفرين بتلخص الحلم اللي حلمه ده. بيستغرب صديق سيفرين من المصطفات الغريبة دي، وبيديله كام ورقة فيهم حكاية حصلت له. فيا ترى الأوراق دي فيها ايه؟ وايه علاقة الأوراق دي بالحلم واللوحة؟ طيب مبدئيا خلينا اقولك ان رواية فينوس في الفراء مش هتكون زي اي رواية انت قرأتها قبل كده، يعني مش هتلاقي فيها الاحداث الضخمة جدا، ولا هتلاقي فيها الشخصيات الكتيرة جدا، ولا هتلاقي فيها تقديم للشخصيات بشكل مبالغ فيه، ولا هتلاقي فيها التواءات كتيرة جدا تقدر ان هي تقلب مستوى القصة من حدث لحدث او اي حاجة زي كده، لان الرواية اللي معانا النهاردة هي عبارة عن تلخيص لفلسفة مزوخ على شكل قصة. والقصة بتتحكي بالشكل التالي، زي ما قلت لك ان في واحد راح لصديقه اللي اسمه سيفرين، حكى له عن حاجة معينة، فسيفرين اداله بعض الاوراق، والاوراق دي هي الرواية بتاعتنا. الرواية بتاعتنا بقى تعتبر يوميات سيفرين لمدة سنة. ممكن في يوم تلاقيه بيكتب 5 صفحات، وفي يوم تاني يكتب 2 سطر، وفي ايام ما كتبهاش خالص. ودي حاجة طبعا كانت بتدي خفة للرواية، بتحس ان انت عمال شغال يوم ورا تاني يوم ورا تاني، ففي تسارع بيحصل في الاحداث، فبالتالي انت ما بتحسش بالملل اطلاقا، وما بتحسش في نفس الوقت ان الفلسفة معقدة قوي، لان هي بتتنقل ليك عن طريق حياة شخص، مش عن طريق كلام مصمت. وممكن الكلام ده نرجع له في اخر الحلقة في المقارنة اللي هنعملها بين جوستين وفينوس في الفراء. طيب تقول لي ازاي حد فلسفته معقدة جدا زي مازوخ قدر ينقلها لك من غير اي
تعقيدات، احب اقول لك ان دي حاجه محتاجه مننا بعض التحليل، وما تقلقش الشويه اللي جايين دول مش هيكون فيهم اي حرق لاحداث الروايه، فيعني ايه اتفرج وانت مش شايل هم. يعني الكلام اللي كتبه سيفرين واداه لصديقه هو عباره عن حياته لمده سنه مع جارته اللي بيحاول يقنعها بيه وبالمازوخيه بتاعته او بميوله الجنسيه. فبالتالي احنا دلوقتي عندنا شخصيتين اساسيتين بنعيش معاهم الروايه. اول شخصيه طبعا هي شخصيه سيفرين، والشخصيه الثانيه هي شخصيه جارته. كل شخصيه عندها دوافع معينه وكل شخصيه عندها ميول معينه، واللي بيحصل هو ان سيفرين بيحاول يقنع الشخصيه الثانيه دي بالميول بتاعته علشان يقدروا هما الاثنين يعيشوا مع بعض طالما هما الاثنين بيحبوا بعض. اثناء اقناع سيفرين لجارته بالميول بتاعته دي بنشوف تحولين رئيسيين بيحصلوا في الروايه بتاعتنا، والتحولين دول على الرغم من ان هما متعاكسين تماما الا انهم كانوا بيتقدموا لينا بشكل تدريجي تصاعدي طول فتره احداث الروايه. سيفرين نظرته عن نفسه ثابتة وهي انه مازوخي، لكن نظرة جارته ليه في البداية كانت ان هو شخص طبيعي ومش قادرة ان هي تفهم ميوله دي قوي، وجارته في نفس الوقت نظرتها عن نفسها ثابتة، لكن اثناء تعاملها مع سيفرين وفهمها للميول بتاعته قدرت انها تكتشف في نفسها بعض الحاجات وبعض الميول وبعض الرغبات اللي كانت غريبة جدا على شخصيتها، واللي هي نفسها اتفاجئت لما لاحظت التغيرات دي بتحصل فيها. وطبعا هما دول التحولين اللي انا كان قصدي عليهم، تحولين متعاكسين تماما اتقدموا بشكل اكثر من رائع وبسلاسة وتركيب جمل قدر يشيل الفرق اللي كان حاصل بين كل طبقة والتانية في التحولات اللي بتحصل في شخصية كل حد فيهم. وفي نفس الوقت كان بيفضل فيه خيوط ربطة الشخصيات ببعضها بحيث ان انت ما تنساش الشخص ده في البداية كان ايه والتحول اللي هو وصل له ده وصل له ازاي. كمان من الحاجات اللي انا كنت متخوف منها جدا قبل ما اقرا الروايه هو الجنس. هل الجنس هيتم التعامل معاه بافراط في الروايه دي؟ يعني هنشوف الجنس والمشاهد الجنسيه كتير اثناء سير الروايه ولا لا؟ انا برضو وجهه نظري في الجنس في الروايات ان هو لو تم توظيفه بشكل مناسب بحيث ان هو يقدر يعكس حاجات مناسبه احنا عايزين نعرفها عن الشخصيات اللي موجوده في الروايه بتاعتنا، او الكاتب عن طريق الجنس يقدر ان هو يدينا لمحات عن الحاجات والافكار اللي هو بيفكر فيها ومش قادر ان هو يقدمها بطريقه غير الجنس، فساعتها الجنس هيكون مناسب. انما الجنس اللي مكتوب يعني علشان خاطر الكتاب يتباع او حاجه زي كده انا ما بحبوش. فبالتالي التخوف اللي كان عندي من ناحيه الجنس ما بقاش موجود في الروايه دي، لان الروايه على الرغم من انها بتتكلم عن ميل جنسي عند بعض الناس الا انها لم تستنفذ هذا المخزون من الجنس اطلاقا، وما كانش فيه تركيز على المشاهد الجنسيه في الروايه هنا، والتركيز الاكبر كان بيبقى على المعاناه النفسيه او المازوخيه من الطابع النفسي بعيد تماما عن الطابع الجنسي. المعاناه النفسيه اللي بيحسها سيفرين وبتتحول في دماغه للذه معينه هو بيحس بيها ده كان التركيز الاساسي وما كانش التركيز على المشاهد الجنسيه. هل ده معناه بقى ان مفيش مشاهد جنسيه هنا؟ لا طبعا في مشاهد جنسيه، ولكن انت لما تقراها مش هتحس ان انت مفصول او انت بتقرا حاجه عيب قوي او اي حاجه زي كده، لان برده ما كانش فيه تعمق قوي في المشاهد الجنسيه، لكنها كانت مشاهد جنسيه مستساغة. وحقيقي يعني خلينا اقول ان بعد الروايه دي انا بقيت فاهم كتير قوي عن فلسفة المازوخية وعن الشخص المازوخي بيحس بايه. ممكن تكون الرواية دي وفرت عليا ان انا اقرأ مقال عن المازوخية او اي حاجة زي كده بيكون الكلام فيها مصمت فبالتالي ما بقدرش افهم الفلسفة قوي، لكن الرواية دي ابدعت في النقطة دي. طبعا في حاجات سلبية موجودة في الرواية دي، ومن ضمن الحاجات السلبية هي ان كان في جمل حوارية بتعتمد على الخطابة في الوقت اللي ما كانش الوضع يسمح فيه بخطابة قوي، خصوصا في الاجزاء الاخيرة من الرواية. كمان عدم وجود رابط بين كل يوم والتاني في حياة سيفرين كان بيخلي في بعض التخوفات من ان انت تحس ان انت تايه او حاجة، ولكن برضو تسلسل الايام وان هي متلاحقة وان هي ورا بعضها وان في ايام بتعدي بسرعة وايام تانية بتعدي ببطء بتخليك قدر الامكان حس ان انت مش مفصول قوي على الرغم من انت بتكون مفصول في بعض الحالات بس مش كتير. فبالتالي الرواية طبعا فيها سلبيات زيها زي اي عمل تاني، والسلبيات دي كانت هتكون كتيرة ومتجلية ومزعجة لو كانت الترجمة مختلفة عن الترجمة اللي موجودة هنا. الرواية من ترجمة أسماء القناص، وحقيقي الترجمة جيدة ومن النوع ده من الترجمات اللي تحس وانت بتقرأ كده ان انت مفيش معاك اي مشكلة نهائيا وانت بتقرأ. اختيارها للألفاظ كان جريء جدا، واختيارها للتركيب بتاع الجمل كان كويس جدا، فبالتالي احييها طبعا على ترجمتها للرواية دي. وبكده اكون خلصت كلامي عن الرواية نفسها. طبعا ارشحها لاي حد عاوز ان هو يقرأ عن المازوخية من وجهة نظر الشخص اللي يعتبر اساس المازوخية في الاصل. وبكده نكون وصلنا للنقطة اللي قلتها لك في اول الحلقة، وهي
المقارنة بين دوساد ومازوخ. ماركيز دوساد ممكن ألخص الأسلوب بتاعه بكلمة واحدة وهو الوضوح. يعني وانت بتقرأ العمل بتاعه هتلاقي ان هو بيطعمك بالفكر السادي، ما بيقدم لكش عمل أدبي قوي، ويمكن ده لان هو في الأساس كان كاتب في السادية بس. يعني هو كل الحاجات اللي هو كان بيكتبها كان علشان يعبر بس عن الأفكار والميول بتاعته، وتعبيره عن الميول بتاعته لا يدل بأي شكل من الأشكال إن هو متقن لأدوات الكتابة في الأساس. ويمكن دي الحاجات اللي بتخليك مفصول وانت بتقرأ وغير مستمتع، وتجربة القراءة للروايات بتاعت ماركيز دوساد ما بتبقاش قد كده. لكن في نفس الوقت مصدر قوة روايات دوساد هي في تجلي الفلسفة زي ما قلت في المراجعة بتاعت جوستين. اما بقى مازوخ فهو اديب حقيقي، وده ظهر في ان هو في الاساس برضو كان كاتب لانواع كتيرة من الادب، وبالتالي هو ما كانش مكتفي بس بان هو يكتب عن المازوخية، ودي حاجة طبعا خلته متقن لادوات الكتابة. وفي نفس الوقت مع اتقانه لادوات الكتابة الراجل عنده فلسفة وقادر ان هو يعبر عنها بشكل اكثر من رائع وشكل متقن، لان هو في الاساس متقن لادوات الكتابه اللي قلت لك عليها. فبالتالي الاثنين متشابهين بشكل كبير في ان الاثنين عندهم فلسفه، ولكن مازوخ يغلب دوساد ككاتب لان هو قادر ان هو يعبر عن فلسفته بشكل سليم وبادوات ادبيه كويسه جدا. فاجابه على هذا السؤال، ماركيز دوساد ولا فون ساشر مازوخ، احب اقول ان فون ساشر مازوخ يغلب ماركيز دوساد في الكتابه. وبس كده انا خلصت كلامي عن رواية فينوس في الفراء. لو عجبتك الحلقة منساش تعمل لايك وشير ليها، كمان سيب لي رايك تحت في الكومنتس، تم سبسكرايب وتتأكد انت فعلت التنبيهات علشان عايزين نكبر القناة اكتر واكتر، وعلشان تجيلك الحلقات اللي جاية اول باول. وبس كده، السلام عليكم.